لهذا أحيانا الشمعات هذا المرحام يعني من طرابلس وطرابلس السجن تكون مدنية زي من هذه من ناحية مستشفى الإمارة من الحكومة الكندية وهذا اللي يدخل فيه العضو في البرلمان الكندي. إيه صح، لكن هل شبعت الرد الضماني للمواطن البسيط في كندا؟ 15,000 دينار من الحكومة الكندية وهذا اللي يدخل فيه العضو في البرلمان الكندي. إيه صح، لكن هل شبعت الرد الضماني للمواطن البسيط في كندا؟ من ناحية أخرى، من ناحية كندا. لهذا أحيانا الشمعات لازم المرحام يعني من طرابلس وطرابلس السجن تكون مدنية زي من الوقت. هذه من ناحية يعني بسيطة. يعني نشوف عدد السفارات المتاحة في العالم، أنا كنت موظف سفارة والله سفارة شركية ونحن لكم والله جينا لجنة تحاكم في السفير حتى لو 20,000 صفر 3. احنا لو كنت كبير طبقة في ليبيا يا اما ناخذ 15,000 وتعطيك 3000 مواطن بسيط، يا اما ناخذ 200 جنيه ولا 250 جنيه ولا 400 جنيه يعني بسيطة. يعني نشوف عدد السفارات المتاحة في العالم، أنا كنت موظف سفارة والله سفارة شركية ونحن لكم والله جينا لجنة حتى في السفير حتى إن كان نادم ما لأن عمناش أنا حتى جاءنا من دمي يعني بالصدفة المناسبة أحيانا من الأجهزة الفريقة معي في عدد قليل لا أو من هو في الحكم إني إيه نجمع في الفجر وأنا كان في المنطقة وأنا نازح اليوم قاعد أطفال كل مرة مسلم كان مش نرحان تعرف فيه يعني نازح في الخير الحمش للغاية وعش تابس الفرقات احنا لو كنت كبير طبقة في ليبيا يا اما ناخذ 15,000 وتعطيك 3000 مواطن بسيط، يا اما ناخذ 200 جنيه ولا 250 جنيه ولا 400 جنيه.